السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي بقيتو؟ كلشي مزيان. غنخيط معاكم ان شاء الله هاد مونطوج اللعبه. راني فصلت معاكم هاد اللون هذا في الفصاله، فصلت معاكم هذا وغنخيط معاكم هنا هذا في الخياطه على حساب نفس الموديل. غير هذا ما كيبانش مزيان هاد الكحل في الخياطه، داكشي علاش بغيت نخيط معاكم هاد اللون هذا، هاد المارو، هذا الظهر ديالو وهذا الوجه. راه فيه في الوجه عنده فيه البيج، البيج والمارو. قلت هذا غيبان معاكم احسن في الكاميرا على حسب الكحل ما كيبانش في الخياطه. دابا غادي نبدا اول حاجه، غادي نخيط هاد الخياطه ديكوب ديالي اللي فصلت معاكم. غنجي لهنا، هذه هي الدوره ديال التركيز، هي هذه. غادي نجي غادي نشد، هذه هي داك 2 سنتيم اللي كنزيدو. غنجي غندخلها لداخل وغنقادها معاها نيشان، وغادي نشد هنا بالبانكات، اما نشد بالبانكات اما نمشي غير بيديا. صافي راه شديتو هنايا غير في هاد الدوره هادي، ودرت له بانكه هنايا في الجهه ديال البطن. صافي هنايا غادي نهبط معاه نيشان هانتي حتى لهنايا، راني مخلي واحد المسافه هنا ما حليتهاش. حتى هادي غنمشي معاها بالخياطه، ضروري تخليو شي شويه، واخا تخليو غير 4 سنتيم باش ما يتلفولكمش هاد الطرف هادو، باش ما يتلفولكمش مع الظهر، تخليو هنا واحد شويه. صافي دابا غنبدا الخياطه ديالي، غنشد سنتيم ديالي د الخياطه ونخيطو. كما شفتو هنايا هانتي راه كيجي الثوب مقاد، واخا كنزيدو داك 2 سنتيم من الفوق هنا راه كيجينا مقادد. ها داك 2 سنتيم اللي زدنا راه هو هذاك كيجي. صافي هي هادي الخياطه ديالي. من هنا مازال غادي ندير لها السورجين فهاد البلاصه هادي، وغندوز عليها بعبار الصباط، غنقلبها هكا وندوز عليها بعبار الصباط، غنصاوب الجهات بربعه بيهم. هنا نصاوب الجهه، راه الجهه طراسيتهم معاكم ملي كنت كنفصل. غادي نحط هاد القطعه هادي راه ما فصلتهاش معاكم في المونطو الاخر. هادي هنايا درت 6 سنتيم وطويتها على 2، بقات لي هنايا 3 سنتيم ديال الخياطه، وغتبقى لي 2 سنتيم ديال داك الباندا اللي غتجي هكايا. راني درت هاد الباندا درتها على القفه باش يجيني هاد المارو بحال الديكرادي ديالو، دخلتها لها في المارو تجي هكايا، ونحطها هنايا وغعلمت هنايا هاد السنتيم هذا نخيطو من هنا لهنا، راه عندي فيها 14. غنجيب هاد القطعة هادي وحدة وغادي نحطها على هاد الطريقة هادي، نحطها إما نخيط هادي اللولة وعاد نعاود عليها هادي، إما نخيطهم في دقة وحدة. أنا غنخيطهم في دقة وحدة، غادي نعلم هنايا ملي غنبدا الخياطه. صافي هنا الا خفت ما نجيبهاش نيشان غنعلم بالبانكه ف
فهاد القنيت هذا غنبدا الخياطه من هاد البلاصه هادي، غنحطها هكا البانكه هنايا هكا هنا الغرس اللي برا ديال الماكينه فهاد البليصه هادي. نجيب هاد القطعه الثانيه ونحطها حتى هي هكا بهذه الطريقه هذه. غنحطها هنايا وغندوز عليها بالخياطه فهاد الخط هذا الثاني، وغادي نشد الخياطه من هنايا منين بديت صافي. غادي نخيط من هنايا، غتبقى لي في الوسط هنا جوج سنتيم. صافي غندوز بالخياطه من هاد البلاصه هاد. الطريقه ديال الجيب باسكوالي راه درتو معاكم وعاودتي، كنبغي نعاودو معاكم باش تزيدو تفهمو كتر. دابا نقطع في الوسط، نشد هكايا، نحل من هنايا هادو باش ما نقطعهمش، نشد هكا صافي. هنايا غادي نقطعي بهاد المقص هذا ونقطع حد ما نفوتش الخياطه ديالي. هذا هو جيب باسكوالي بهذه الطريقه هذه. الباندا راه كتجي هكايا، هذه هي الخياطه الثانيه اللي درت. دابا غادي نشد هكايا، نقادو بيدي من هنا مزيان، نشد هنا ونقلب هذه الجهه هذه، نقاد هذه هكايا، نشد هاد المثلث هذا اللي هنايا وغندوز عليه بالخياطه من هنا. غنوريكم فين عندي الطباشير، هنا غادي نشدو بالخياطه. صافي دابا راه شديتو، هانت شديت هاد الباندا كيما كتشوفو هي هادي. دابا غادي نخيط الجيب من الداخل، غادي نشدو، غادي نبدا الخياطة من هنايا من هاد البلاصة، نولي نعاود عليها بالخياطة، ندوزها هكايا ندور. صافي وهادو غنحيدوهم بالسورجي هاد الزوائد، وهذا هو الجيب ديالنا.
صافي غادي نصاوب الجيب الثاني. هنا نصايب عبر الصبار، راني درت له السورجي، هاد الخياطه اللي خيطت قبيله دوزت لها السورجي. غادي نقلب هاد الخياطه هكا للظهر، هنايا غنقلب داك السنتيم اللي عندي هاد الخياطه نقلبو لهنا ونشد عبر الصبار ديالي. هذا عبر الصباط ديالي، غادي نضرب الجهه الاخرى حتى هي. صافي دابا نصاوب الدوبات القداميين حتى ندوز لهم عبر الصباط، راه نفس الطريقه. هنا التركيز ديال الامام راه ملي كنا كنفصلو راه ما نقصناش منه، على حساب كنا مقطعين من هنا ما عندناش كنديرو، كنخليوه حتى كنخيطوه وعاد كنقصو منه داك 2 سنتيم ديال التركيز ديال الامام. غنجيو من هنايا، من هنا نجي زيرو، نجي هكايا ندخل 2 سنتيم ونخرج هنايا زيرو. صافي غنقطع هادشي هذا. صافي غنقصنا دابا من الامام هو هذا. دابا ندوز نمونطي الكتاف. اول حاجه نمونطيو هما الكتاف، نديرو الوجه هكا وندير التركيز عند التركيز هنايا ونحط هاد الجهة الثانية حتى هي. صافي ونطيت الكتاف، غنعاودهم بعبر الصباط، نطيحهم لهنا للجهه ديال الامام. هاد الخياطه هادي غادي نطويها لهنايا وندير لهم عبر الصباط. صافي دابا غنمونطي الكمام. هذا الكم ديالي هنا راه دايره الكرانه ديال الكم، غنشدها انا مع الخياطه ديال الكتف. هذا المنتصف ديال الكم. هذا الكم ديالنا، هذا كل ديال الجلابه كل اوفيسي راه مفصل عندي. غادي ندوز سنتيم ديال الخياطه، غنبدا من هنا ندوز عليه ونجي لهنايا. هنا غادي نقلبو،
غنجي لهنا ندير كرانات باش يجيني داير مزيان. نحاول هاد القنيت هذا من كون كنخيط نجيبو داير. صافي هكا غادي نجيب هذا هو المنتصف ديالو راه دايره فيه كرانه وغادي نلصقو مع الجلاب. انتي حتى هنا في الجلابه راه دايره المنتصف ديال الظهر، هذه الدوره ديال الخلف راه دايره لها المنتصف. غادي نجيب هذه غادي نلصقها هنايا مع الوجه. غندير البانكا غادي نجي لهنايا غادي نطوي واحد 4 ديال السنتيم. داك 4 ديال السنتيم اللي غندير فيها الصدايف هكايا يكون فيها 4 ديال السنتيم. هنا غادي نعبرها معاكم هانت 4 ديال السنتيم هنايا. غنجيب هذا غندخلو هنا فيه واحد سنتيم ولا سنتيم ونص هكايا غير سنتيم كاع ونشد بالبانك. صافي وغنجيب من هنايا سنتيم ديال الخياطه ديالي وندوز على الكول هنايا نشد هنايا وندوز سنتيم غنشد حتى الجهه الثانيه حتى هي غندير لها نفس الطريقه. هنا غادي ندوز بالسورجي عليا كامله لهاد الكول غندور عليه بالسورجي ونعاودو بالخياطه المره الثانيه يجي على الطريقه هادي. نشد الجهه ديال اليمين وغادي نطوي 4 سنتيم وغادي نطلع معاها بالخياط. غندوز من هاد الكول هذا وندور عليه هنايا عبر الصباط. غنقد هنايا عبر 3-4 سنتيم فهاد البلاصه عاود الجهه ديال الشمال وغادي نهبط معاها بالماكينه باش تجيني خياطه وحده غادا. مازال غنجيب خياطه وحده اخرى هنايا غنطلع بعبر الصباط غنشدها من هاد الجهه هادي ديال الشمال. هنا فين ساليت الخياطه ساليت فهاد الجهه هادي غنولي نبدا منها عبر الصباط. غندوز مع هاد الخياطه هادي اللي عندي هنايا ديال الكول غادي نشدها هكايا
ندوز عليها من هنا بالخياطه. هذا هو الكول ديالي. كيجي على الطريقه هذه، نديرو الصديفات هنايا هنا. راه دايره لها السورجي، غادي نعاودها بالخياطه. غادي ندير لوغلي ديال الكمام، غنطوي 4 سنتيم. راني خليتها ملي كنت كنفصل 4 ديال السنتيم. صافي غنطوي لداخل. هذا هو الكميم ديالنا، نصاوب لكم الاخر. هنايا غادي ندير لوغلي ديال الجلابه ديال المونطو 4 سنتيم، غنطويها هكايا. صافي وغادي نبقى هذا 4 سنتيم. دا لوغلي ديالنا، دابا ندوز نصاوب القب، نلصق له الفرود. هذا القب راه لقيته من هنا في السورجي، دوزت له السورجي، غنعاود له الخياطه. هذا غير الصباط، راه ماشي ضروري ديرو. بغيتيش ديري ما ديريش، ديري غير الخياطه الاولى وصافي. صافي دابا غنجيب الفرور غنلصقو فيه هنايا فهاد البلاصه هادي. غنجيب هذا لهنايا لهاد البلاصه اللي غتكون لاصقه لي فيها الصدايف، وغادي نطويها هكايا. ونزيد نطوي، نطوي 1 سنتيم هنايا. غادي نجيب القب ديالي، هذا هو القب، هذه هي الجهه اللي غتكون فيها الفرود.
هذه غتكون لاصقه فيها الصديفات ولاصقه مع المونطو. جيب القب هكايا، هنا غيكون لاصق الفرور، غنحطوا الفرور هنايا على الطاوله ونجيبو هكا هذا الكفة ديال القب ونديرو عند الوجه ديال الفرور وندورو معاه بهاد الطريقة هادي وندوزو بالماكينة باش ما يصبط ما يحنش هنا في الشعر ديال الفرور. نغطيو هكايا وندوزو عليه بالخياط. كنبقى انا نخدم وانا نرد هاد الشعر بيدي هكا. هنايا غادي هاد القنت هذا اللي من هنا غادي نخيطو مع هاد الجهه هكا. هذا هو القب ديالنا. مازال غنعاود لهاد الفرور غنعاود له الخياطه من هنايا، نشدو هكا وندوز عليه بالخياطه من هنايا. الا خفتو الصباط يلصق لكم في هذا الشعر دوروا عليه السكوتش هنايا، تلويو على هذا السكوتش هنايا وتدوزوا عليه بالخياطه من هنايا. انا غندوز عليه، نحاول ندير له غير هكا بيديا وغندوز عليه. هذا هو القب ديالي،